نحن وناطرين توقيف السفينة صارت حادثة ما توقعناها بنوب، حريق بغرفة محرك السفينة. ولما وصلت فرق الإنقاذ انصدموا من المنظر اللي كان صاير بالسفينة. نفد 5 ركاب منهم وما كان رضا موجود بيناتهم. طيب انتم متأكدين انه رضا كان بالسفينة؟ لأنه ممكن يكون ما طلع فيها أو نزل قبل ما تمشي. ايه بس قائمة الركاب معنا وجواز سفر رضا المزور مسجل هنيك، وطبعا في تسجيلات الكاميرات. نحن متأكدين انه ركب بالسفينة بس ما عنا اي دليل على نزوله. لحظة بس، أنا ما عم تزبط معي بالمرة، عن جد رضا مات مزبوط؟ والجثة؟ لقيتوا جثته؟ لهلأ عم يدوروا على جثته، بس بتعرف مو سهل هذا الشيء. إن شاء الله بياكلوا شي قرش ومنرتاح من جثته على الآخر. والله الدعاوي ما راحت على الفاضي، ألف حمد وشكر إلك يا رب.